بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السيشن اللي فات كان الحديث عن النمبر ريكوايرد. السيشن ده هنتكلم عن شيء تاني اللي هو بيكون nothing required. هو قبل ما نتكلم عن أي شيء فيه أتريبيوت قوية جدا احنا ما كناش حطيناها في السيشن اللي فات اللي هي نوفا ليديت. ده عبارة عن أتريبيوت من الاتريبيوتس بتاعت HTML5 واستخدامها الوظيفي انها لما بيضغط على الزرار سبميت هي بتحاول تعمل فاليديشن، هي بتعمل فاليديتد للكلام ده، فاحنا المفروض نحطها في الفورم بتاعنا. فانا نرجع للكود مره تاني واحطها جنب الداتا ابايت، هحط نو فاليديت علشان هي زي مسؤول عن انها تحاول تعمل فاليديشن للداتا قبل ما الفورم او اثناء ما انت بتعمل سبميشن او سبميتد للفورم في ضوء الوصول بتاعت HTML5 اللي حضرتك بتحاول تستخدمه. والجانب ده سبورتد باي فاونديشن لان في وصول احنا بنستخدمها من HTML5 تتابعيا كده يعني، فوجودها امر مهم في الفورم بتاعك وبالذات في حاله استخدامنا للفاليديشن رول او قاعده التحقق من الصحه. الجانب الثاني بخصوص سيشن اليوم nothing required. احيانا بتشوف في فورمز معينه يعني خانات مش required، حضرتك ممكن تسيبها فاضيه كما انك ممكن تكتب فيها. في كلا الحالات مش هي اللي هتوقف الفورم بتاعك، في خانات في الفورم يقينا لازم تكون مهمه زي الاسم والميل والباسورد، ديت لازم تكون مهمه فبالتالي هي required. في حاجات مش شرط تكون مهمه، في حاجات بيقول لك اوبشنال انك ممكن تختارها او تكتب فيها او ما تكتبش فيها، بنشوفها فورمز كتيره جدا. في السيشن ده هي يا جماعه هنحاول نتكلم عن nothing required، يعني هنحاول نخل بالقاعده، هنحاول نحط حاجه ما تتطبقش عليها validation rule، يعني مش راح تفرق انها valid or not valid، هي انها required او مش required في كل الاحوال مش راح تفرق. فانا عامل ليبل، وجوه الليبل بتاعي يا جماعه هبتدي اكتب مثلا، يعني خلوني اكتب حاجه زي انتر يور مثلا هوبيتس سيبريتد باي كوماس. انا بقول له اكتب الاعداد بتاعتك او الحاجات اللي حضرتك متعود عليها اهتماماتك. في الحاله ديت انا هاخد الانبوت بتاعي من فوق، انا هعمل له كوبي تسهيلا واختصارا للوقت واعمل له بيست هنا يا جماعه. في الانبوت انا نوع تكست ما في مشاكل، في البليس هولدر النص اللي راح يظهر معايا اقول له مثلا زي حاجه زي سويمنج كوما مثلا سايكلينج وكما ونقط مثلا وهكذا. اوكي داتا ديسكرايب انا هسيبها عشان اعمل سبام من تحت، انا مش عايز باترن ولا عايز ريكوايرد، انا مش عايز شكل الداتا بتاعي، بس هضيف حاجه ثانيه يا جماعه، هضيف داتا ابايد اجنور. ديت مسؤول عن انها تعمل لي اجنور للفاليديشن رول بتاعه الفورم يا شباب، فبالتالي مش راح تفرق بقى ان هو يكتب او ما يكتبش في الفورم ده. تمام اوكي، فانا مش محتاج وسم سبان في الحاله دي لاني انا ما عنديش ايرور مسج راح تظهر. انا ممكن احتاج الوسم بي يعني على سبيل الاكسسبيلتي واني اوضح لليوزر ده مثلا طبيعه الخانه ديت يا شباب، فهي مربوطه ببعض كده. هقول له مثلا تعريف كلمة عادة thing مثلا زي things you prefer to do at your spare. طيب باعتبار ان السبيلنج او باعتبار ان الكتابة بتاعتي صحيحة انا اديت له تعريف للعادة. لو انا عملت كنترول اس اور هوبي مثلا، لو انا عملت ريلود هلاقي اني ادي السيناريو
ففي الحالة دي أنا فوق لو سبتها، لو كتبت فيها داتا مثلا مش منطقية أو سبتها فاضية، مثلا كتبت فيها حاجة زي كده هيجيب لي الفورم مش مظبوط، أو لو كتبت أو لو سبتها فاضية هيجيب لي الفورم فيه مشكلة. لكن هنا أنا لو كتبت أي شيء ما في مشكلة، أو لو سبته لو مسحته وسبته فاضي ما في مشكلة، يعني هي كده كده مش ريكواير، مش مطلوبة باي اتسلف. ده جانب ممكن نكون بنشوفه في نماذج معينة من الفورمز، لك الطريقة تستخدمها أو ما تستخدمهاش هذا الأمر يرجع إليك، بس حضرتك عندك التكنيك وعندك الطريقة اللي بتحاول تدرج بيها الشيء ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.